الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم قال الله بعد ذلك قد فضل الله، يعني أن العبادة مفروضون على توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية مركوز في الفطرة كما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآية وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على ايش؟ على الفطرة، أي الإقرار بربوبية الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عياض بن حمار عند مسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء، أي على الفطرة. فإذا الأصل في الناس أنهم على دين الفطرة، ولذلك لو تركت الفطرة وحالها بأن الله موجود وأنه مستحق للربوبية. لكن الملوثات الخارجية فأبواه موئدانه أو مصرانه أو ممجسانه، وفي رواية أو شركانه، هي التي تفسد هذه الفطرة وتطمس نورها. ولذلك المشركون كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وليست المشكلة بين الأمم وأنبيائها هي في الربوبية، لكن المشكلة التي وقعت هي في الألوهية. وهذا يؤكد لنا خطأ ما ذهب إليه المتكلمون من أن أعظم توحيد يطلبه الله من عباده هو توحيد الربوبية.